نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا مع الإسلام كالشاشة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، حيث يقول سبحانه وتعالى مخاطبا إياي وإياك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ويختم لنا به لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، فلا النهار يبقى نهار ولا الليل يبقى سرمدا. هذه قوانين البشر وقوانين الكون، ليل ونهار، نشاط وراحة، حياة وموت، ارتقاء ثم كبوة، لكن الأمور بخواتيمها، الأمور تحسب بخواتيمها، ولا شك مع الله عز وجل لا شك أبدا أن الخواتيم في خير أمة الإسلام بإذن الله عز وجل. أتبادل أطراف الحديث اليوم معكم في ظلال سورة الضحى، حيث أردت أن أكرر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه به في سورة الكوثر مرة أخرى في سورة الضحى. يا إخوة، دائما هذه الفكرة لها من يعاديها. أي فكرة تصب في مصلحة عامة الناس وتعارض مصلحة الخاصة المتنفذين تحارب، حتى لو لم يكن صاحب هذه الفكرة نبي، حتى لو لم يكن صاحب هذه الفكرة نبي. بالدليل اليوم المصلحين لهم أعداء، كل من يقول كلمة حق له عدو، لأن المصالح تتضارب، فإذا تضاربت المصالح أصبح هناك خصومات. لذلك أنا أود أن أشير إلى قضية هنا يا إخوة، القضية ليست قضية مسلم وغير مسلم بدرجة ما هي قضية أين المصلحة. لذلك ستجد في التاريخ أنه غير المسلم مستعد لأن يضع يده في يد المسلم إذا كانت المصلحة موجودة هناك، وأحيانا المسلم يحارب أخاه المسلم لأن المصالح تتضارب القضية. إذا أبعد من كون أننا يجب أن نبقى دائما نجلد أنفسنا ونلعب دور الضحية، نحن مضطهدون، نحن الأمر أبعد من هذا وأعمق. العالم اليوم لا ينظر إلى هذه القضية، والله أنا مظلوم، مظلومية الإنسان هذه قضية لابد أن تطوى مع التاريخ. اليوم المجتمع ينظر إلى ماذا تملك، ما هي القوة التي تملكها، ماذا قدمت، ما هي حضارتك، ما هي إنجازاتك، هذا الذي ينظر إلى المصالح. لذلك أنا قلت وأعيد، العالم اليوم لا يعرف إلا منطق القوة. إن أردت أن تبقى ضعيفا فلا تنتظر من أحد أن يتقدم لك بنصرة. لذلك الإسلام من أول يوم، مش بس الإسلام، كل الأديان حرصت على أن تكون الأمة أمة متماسكة قوية، وقوية ليس فقط في العضلات،
قوية مش بس في الاعتاد العسكري، لا، القوة الاقتصادية، القوة العلمية، القوة الاجتماعية، القوة الإدارية. هذا مجتمع لابد أن يكون قوي في كل مناحيه حتى يحترم وحتى يقدر وحتى يتطور. السورة اليوم تتكلم عن حادثة. تعلمون أن الوحي كان أحياناً ينزل وأحياناً لا ينزل، أحياناً يكون متسارع، أحياناً يكون متباطئ أو يفتر قليلاً. في فترة من الفترات فترة الوحي، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب نفسه، يا ترى ربي غاضب مني؟ وجميل جداً يا إخوة، أن الإنسان يتعلم من هذه القضية، قضية محاسبة النفس. محاسبة النفس. أحياناً يا إخوة الله يرسل لك رسالة في السيارة، سيارة مش عم تشتغل، امبارح كانت ما فيها شيء، اليوم ما عم تشتغل، الولد مرض، ما في مقدمات. أحياناً تصير معك أشياء ليس لها مقدمات، هي عبارة عن رسائل. تنظر ماذا فعلت، كيف ذنوبي، تركت شيء مواظب عليه في الطاعة. هذا محاسبة النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحاسب نفسه، ماذا فعلت؟ هل قلاني؟ هل غاضب مني ربي؟ استثمر هذه الحادثة. طبعا من ينتظر لأي فكرة أن تكبو أن يهجم عليها، فأشاعت هذه المجموعات في المجتمع ما يلي. قال رب محمد قلاه، رب محمد هجره. الآن يا إخوة، ليس كل من يسمع الخبر عنده قدرة على التحليل. إحنا مشكلتنا ما عندنا قدرة على التحليل، على طول بصيرنا ردة فعل. رسموا رسومات مسيئة، يلا اطلع طربش، كسر، هاجم، مسيرة، أمل. لاحظ ما عندنا التربي، ما عندنا التربي. وبالتالي المقصود أحيانا من هذه الأفعال إحراجك وإحراج الدين. لأن الآخر قد يستخدم الإرهاب، وقد يستخدم القتل لتحقيق مصالحه، لكن ما بيجيب سيرة الدين. يعني الآخرين لما استعمروا ما قالوا باسم الدين، مش كلهم طبعا، في ناس استخدم. إحنا على طول نقول باسم الدين، فيحرج الدين ونحرج نحن، وقد يكون هذا هو المقصود. لذلك التروي في المسألة وشيعت الإشاعة أن الله رب محمد. ولاحظ هذه أيضا، هذه شهادة لمحمد أنهم اعترفوا أنه له رب. إذ كانوا ينكرون أنه نبي، وكانوا ينكرون أنه له رب، لكن في هذه الأوقات سبحان الله، هذا من داب وينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين. فقالوا هجرهم، فجاءت سورة الضحى. لذلك بعد سورة الضحى ما نزلت كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر، حتى يستشعر أن لم تكن هناك هجران ولم تكن هناك قطيعة، وإنما كانت قانون. طيب شوف شو هذا القانون اللي بدأ به الله سبحانه في هذه السورة. قال والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو الوقت بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر، هذا الضحى، يعني لغاية الساعة 11 ما بعد الشروق إلى 11، هذا الضحى. بماذا يتميز هذا الوقت؟ يتميز بثلاث قضايا. أولا الرؤية الواضحة. لما تجد تقارن الضحى مع الليل إذا سجى، في رؤية واضحة أبلغ ما تكون الشمس فترة الضحى. عصريات مغربيات خاصة في بلادنا اللي فيها جبال، بعد العصر بتغيب الشمس. في بعض البلاد بعد العصر مش بتغيب، لكن الجبال تحجب الشمس كأنها ايش؟ لذلك بلاد المتوسط بعد العصر بتبرد، هون لغاية المغرب بتطلع ايش الصيف؟ نار، يعني لغاية 7:30 أحيانا شمس كأنها الظهر. هذه البلاد سبحان الله. لذلك هذا وقت الضحى، فيه رؤية، فيه كشف، وفيه حركة. الناس ما تخرج لأشغالها وأعمالها في النهار، أول بلش النهار، وبالتالي في بعض الشغيلة بتروح عليها أول الصبح ولا خلص راحت أنا ما بطلعش آخر. والبركة، كل البركة في الاستيقاظ مبكرا والعمل مبكرا، هذه البركة. لذلك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة جميع الأنبياء أنهم كانوا يبكرون إلى العمل.
ما يناموا للضحى والظهر والعصر مبكر، لأن البركة والأرزاق إنما تكون في الصباح. طيب، والضحى طبعا معروف أنه قسم، وتعلمنا هذا، إحنا مش جديد علينا. يقسم الله بهذا الوقت من النهار، وقت الضحى اللي فيه رؤية وفيه كشف كله مكشوف ما حدا مخبى، شايف الشمس، وفيه حركة الخلائق. ثم يقابل هذا القسم بقسم آخر مع الليل، ليس أي الليل، وإنما الليل إذا سجد. إذا الضحى والليل إذا سجد، الضحى على فكرة آية لحالها، والضحى آية، والليل إذا سجد آية مستقلة. معنى سجد، نقول إحنا فلان مسجد يعني فلان نايم، صح؟ مش نقول متسجد نايم. هو متسجد أو متسجد مش معناته نايم، لا، هو الذي يتغطى، بيكون في نوم مع الغطاء. إذا كان مش مغطى لا تقال عنه مسجى. فالتسجية فيها تغطية، ولا شك إنه الليل بيغطي. الضحى بيكشف، الليل شو بيعمل؟ بيغطي. وأيضاً المسجى يطلق على الميت. قال أين الجسد؟ الجسد مسجى هناك. إذا فيه سكون. الضحى فيها حركة، السجى فيها ماذا؟ سكون. الضحى فيها كشف، السجى فيها غطاء. الضحى فيها رؤية، السجى ليس فيه رؤية. أتكلم عن الوضع الطبيعي قبل الإضاءة وقبل الكهرباء، ومع ذلك اليوم حتى مع الكهرباء ما بتكون الرؤية واضحة. إذن يقسم الله عز وجل بين صورتين، صورة الحركة والإنارة والرؤية والعمل والنشاط والإنتاج، وصورة الهدوء والغطاء والسكينة والنوم والاستقرار. لأن هذا قانون الكون، ما في نهار على طول بحيث تستنزف قوى الإنسان، ولا في ليل على طول بحيث يتوقف الإنتاج. أنت خلقت كإنسان للضحى، لكن تحتاج الليل إذا سجى حتى تستعد للضحى، تذهب بنشاط وحيوي وتعمل. تماما مثل التلفون اللي فيه بطارية، بده شحن ولا لا؟ تقدر تشتغل بلا شحن؟ بيخلص، لازم تشحن. كأن الليل شحن لهذا الإنسان حتى يكون في الصباح قادر على مزاولة العمل والنشاط. وبالتالي هذا قانون طبيعي كوني، لا بد تنام. إذا ما نمت ليلة ليلتين ثلاث، شو بصير فيك؟ إذا لم تنم ليلة أو ثلاث تنتهي القوة، تسقط في الشارع. إذا لا بد من النوم. إذا هذا القانون يعكس الآن على موضوع الوحي تماما كالضحى والليل. ما بصير يا محمد الوحي يأتي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لأنه الهدف من الوحي ماذا؟ تعليمي. تخيل أنا باجي بعلم الطلاب كلهم كل كتاب في أول حصة، يلا تفضل روحوا، بيقبلوا هالكلام؟ كل كتاب يوم واحد؟ لا، أنا بدي ألازم ويلازمني اليوم درس، بكرة درس ثاني، بعدين بروح بقرأ بتعلم، في عنده سؤال بيجي بسأل بجاوبه، شيك. إذا هذا التعليم، هذا الوحي، لا يمكن يا محمد أن يأتيك يوميا على مدار الساعة، فلا بد من فترات يفتر بها الوحي حتى تشتاق له، حتى تمارس ما جاء لك قبله وتتعلم وتطبق، ثم يأتيك حتى تبقى قضية ديمومة الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا قانون في حركة وفي سكون. فالوحي يأتي وينقطع، يأتي وينقطع، يأتي وينقطع. ولو عملنا عملية حسابية، عدد صفحات القرآن 604 صفحات، عدد السنوات التي نزل فيها القرآن 23 سنة. لو عملت عملية حسابية يعني كأن القرآن كان يأتي في الشهر صفحتين. في الشهر كم صفحة؟ صفحتين وشوي في الشهر، هذا لو قسمناها بطريقة متساوية. إذن يا محمد اصبر، لم يكن هناك لا هجران ولا عداوة. وهذه أيضا قضية بنوجهها للأمة الإسلامية اليوم. ما هو لازم نقول هل هجرنا ربنا فتكالبت علينا الأمم
وأصبحنا كالقطيع بلا راعي. لا 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 لا, لا تكالبت علينا الأمم ولا هجرنا ربنا. في عندنا مشاكل داخلية لابد أن تصلح، وهذا قانون أيضا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كفانا تعليق مشاكلنا على شماعة الآخر. وأنا يوم من الأيام بتحداني واحد بيقول لا يا أخي، قلت له طيب بدي أفترض أن كلامك صحيح، هل الاستعمار قال لك لما تركل الترمس وأنت في السيارة ترمي القشر برا السيارة؟ هيك الاستعمار؟ هل الاستعمار جبرنا على هذا؟ ما جوابش. هل الاستعمار هو اللي قال لك لما تفوت على المسجد ما تحط حذائك على الرف، تحطه على الأرض والرف موجود وفاضي؟ هل هذا كمان الاستعمار عمل فينا هيك؟ هل الاستعمار عمل فينا إنه لما يكون في طابور صف نتقاتل وندافش بعض ونضرب بعض ويمكن نطخ بعض؟ هل هذا كل هذا من الاستعمار؟ يعني إحنا ملائكة أو الاستعمار فقط هو الذي كان شيطانا رجيما؟ مش مزبوط الكلام هذا. لماذا نبقى دائما نقول الآخر الآخر؟ أنا لا أنكر لا أنكر، ولكن افترض أن هذا الآخر خصم لا الحق. إذا كان خصم لا الحق مصالحه، لكن لماذا أنت لا تتعلم؟ لماذا أنت لا تدرك أنه لا بد من تغيير جذري في علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع ربك وعلاقتك مع دينك حتى ترتقي بنفسك إلى مساوي هذه الأمم؟ بالتالي لا، النبي صلى الله عليه وسلم علل، ما في هجر، ربك ما هجرك، لكن في قانون بده يمشي. وأنا بقول لأمة الإسلام اليوم: أيها المؤمنون، لم يهجركم رب العالمين، ولكن قوانين الله ستسير على الكل. في مشاكل، في أمراض بدنا نصلحها ونغيرها. إحنا لليوم عندنا وثنية يا جماعة الخير، لليوم بنقدس الأشخاص حتى أصبح الأشخاص في مراتب أعلى من مراتب الآلهة. هذه أمراض، هذه أمراض. هل تجد في الغرب من يقدس الأشخاص كما نقدس نحن في الشرق؟ بدون نضرب أمثلة، في موجود. ليش؟ انتهت هذه القضية زمان، إحنا لساتنا متعلقين بهذه القضية. إحنا ما بنقدس لا أشخاص ولا أفكار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدس، ما في تقديس. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، حبه طاعة، طاعته لازمة، لكن ليس مقدسا، ليس إلها. وبالتالي الإله الذي نعبد فقط رب العالمين، الخالق الرازق المحيي المميت، هذا الذي يعبد. أما غيره فبشر، والأصل أن نرتقي إلى مستوى هذا الفهم. هذا بشر، اليوم عايش، بكره بيموت، ولا اليوم بيموت. هذه دنيا، الملوك تموت، الرؤساء يموتون، الأغنياء يموتون، الفقراء يموتون، هذه الدنيا ستنتهي. لذلك لابد أن ننتهي من قضية التعلق بالشخص لأجله، وإنما نتعلق بالحق حيثما كان وأينما كان، فالحق أحق أن يتبع. إذن هذا قانون. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الوداع أن نترك بعضنا عن المحبة، نتارك أنا وأبو أحمد عن المحبة، سافر، هذا وداع. أما القلى أن نتتارك عن بغض، واللي سموه الهجر، واللي سموه الهجر. فربنا قال له: لا تركك ربك عن محبة ولا تركك عن عداوة، فلم يتركك أصلا، ما كان في ترك. ما ودعك ربك وما قلى. ويا ترى هاي الآية فحط للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إحنا اليوم تنطبق آية لا ولا تنطبق؟ تنطبق. هذا دين الله عز وجل مكتوب في القرآن وفي اللوح المحفوظ أنه سيحفظ. لذلك أوعوا تقولوا إنه ربنا تركنا وهجرنا، لا لا لا، إحنا عندنا مرض مش عم نشفى منه. لما نتعالج العلاج الصحيح ونأخذ الدواء الصحيح يذهب السقط. فتأتي معية الرحمن سبحانه وتعالى، ومعية الرحمن لا تحابي أحد. يعني في أحد، في معركة أحد، غلطوا ولا ما غلطوش؟ شو صار؟ أكلوا درس، أخذوا درس، والدرس ما كان ببلاش. في ناس راحت، في ناس ماتت، قتلت، حتى إنهم قتلوا بعضهم البعض من كثر ما صار في شوشرة في الموضوع وخربطت الصفوف.
تعليم تعلمون ذلك، هذا درس. تقول والله لا لازم ربنا نصر النبي والصحابه لانهم مسلمين، لا ما في لازم، في اسباب. تاخذ بالاسباب تاخذ النتائج، ما اخذت الاسباب ما في محاباه لك، لانك اسمك احمد، ولانك انت مسلم، ولانك اسمك خالد، ولانك محجبه فقط فقط فقط، بدك تاخذ عنايه ربانيه. والثاني اللي بيجتهد وبيشتغل لانه مش مسلم لازم يخسر، هذا كلام مرفوض. سنن الله لا تحابي احد، ما بتحابي احد. تاخذ بالاسباب تاخذ النتائج. في باب مفتاح، معك مفتاح تفتح، معكش مفتاح والله لا يمكن تفتح، بدك تكسر كسر ماشي، اما تفتح بدون مفتاح مش مستحيل. هذه سنن. حديث بيصلي بالماي، ما دهنت بده يصلي، طب ما انا بصلي بلكي ربنا عمل لي كرامه، لا 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 لا، هذه قضايا ماديه ما فيها، لازم تدهن والا بيصلي وبيخرج. انا بدي اخرج من اذهان عقول العرب اليوم والمسلمين انه احنا يعني خلص مضمون القضيه. ايش مضمون؟ ايش مضمون؟ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون. ما في قضيه امان، الامان انك انت تخرج هذه الروح وانت تشهد يقينا وعملا وعامل صح مشتغل اللي عليك، ويمكن لسه الله اعلم رحمه ربنا عز وجل. احنا مشكلتنا انه طمناها من سنين وشغلت على الموضوع انه احنا ضامنين الموضوع، خلص طمنا. من قال لك هذا الضمان؟ وابو بكر، ابو بكر بيقول والله لو علمت ان الامه كلها في الجنه واحد في النار لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. وهذا مين؟ اللي بشر بالجنه عنده شك في نفسه مش في البشاره، ما بعرف نفسه شو بتعمل بكره. هذا ابو بكر، ما بالك اليوم المسلمين كلهم نطلع ما شاء الله كانه واحد مخلص معاه سقف غفران انا سوقه على الجنه، لا مش مضبوط الكلام. لذلك انا في عندنا مشاكل يا جماعه الخير، لازم انا مش من النوع اللي بيجلد الذات، ولكن لابد ان تشخص الامراض حتى نستطيع ان نكتب العلاج المناسب. ما ودعك ربك وما قلى، وللاخره خير لك من الاولى. الاخره هو الاولى مش معناها القيامه والدنيا، لا الاخره معناته اللي جاي، والاولى معناته الحالي. بيقول ربنا اللي جاي احسن من الموجود. أنا لازم أفهم هاي الآية كمان اليوم يا مسلمين، اللي جاي أفضل، مش بمشيئة الله طبعاً، من ربنا اللي بيقول وللآخرة خير لك من الأولى. إيش الأولى؟ اليوم. إيش الآخرة؟ بكرة. لما تيجي بكرة شو بتكون؟ أولى ولا بعدها آخرة؟ يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في ارتقاء دائم، وفكرتك في ارتقاء دائم، ومن يتبعك في ارتقاء دائم، إن أحسن الاتباع. والدليل كان محمد واحد صلى الله عليه وسلم واحد، اليوم عدد المسلمين 2 بليون. احنا وصلنا على فكرة انه نقول 1.5 هذا زمان، من سنة 70 نقول 1.5، معقول ما وصلناش 7 الخير بنخلفش؟ لا لا كتروا. هذا دليل الفكره عم تنطلق بسرعه، في انطلاقه. والناس اللي عم بيسلموا الان في باريس، اليوم الجريده لليوم بقول لك مئات الناس بدخلوا. ليش؟ طبعا اذا كان ديننا دين ارهابي ليش عم يدخلوا فيه الناس؟ ليش؟ فانا بدي اجي اكون مخدوع. ما في فكره زي ما قلنا في سوره الكوثر، نهر جاري ما بيوقفه شيء. المهم انت تركب في هالقافله. هون النقطه الان. انا ما مش خايف على الاسلام، الاسلام محفوظ وماشي، نهر جارف طوفان جارف، فكره ماشيه. المشكله انت راكب ولا مش راكب؟ ركبت ولا لساتك بتستنى مين بدهم يشوف الوضع شو بده يصير فيه؟ لذلك لا تتاخروا في ركوب سفينه محمد صلى الله عليه وسلم، اركب. اركبوا اسرع وقت ممكن، لانه لا تضمن الغد، لا تضمن الموقف الجاي يوقف ولا ما يوقفش الك. اركب بسرعه، اذا كنت متاخر احجز تذكره واركب. هذه قافله بداها ادم وختمها المسيح عليه السلام مهيئا لاخيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ما في مجال في قافلتان. ولا الآخرة، هذه الآن تدخل على الاسم للتأكيد، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ومش بس هيك، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وكمان يا محمد بده يعطيك ربنا حتى تصل إلى مرتبة الرضا. بده يعطيك ويعطيك 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 حتى تكون رضيت يا رب العالمين. وين بنرضى احنا؟ نرضى هناك، نرضى في الجنة إن شاء الله. إذا في عطاء، ولا سوف يعطيك. توكيد ولا مش توكيد؟ توكيد. فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. اليتيم عرفناه وشرحناه مرار كثيرة، لكن آوى آوى. المأوى هو اليتيم أصلا فقط. مين؟ ممكن اليتيم يكون عنده إخوان ويكون عنده مصاري ويكون عنده أصدقاء، بس هو فاقد مين؟ الواحد لما بيكون بحاجة بدور على أبوه، على أبوه. وينك يا أبا؟ وخاصة لما يكون صغير الأب. عشان هيك احنا لما نطلع على أولادنا اليوم أحيانا الدمعة بتسقط من العين. هذا لا حول ولا قوة بركبك، هذا بركبتي أنا. أنا سأسأل عنه يوم القيامة، أنا مسؤول عن هاللحم. أنا المأوى، دفء الحنان، الحماية، الحماية. لذلك في سورة الكهف شو قالوا ربنا؟ فأووا إلى الكهف لأنه بدهم حماية. فألم يجدك يتيما، هذا الخالق اللي أنتم قلتم قلى محمد. هو لو بده يقلي محمد أو يهجر محمد ما عمل معاه اللي عنده من أول يوم. كان يتيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون قصة اليتيم. فآوى آوى، أعطاك الحماية. أمه جده عمه إلى آخره إلى آخره. فآوى. طيب ليش ما قال النص هنا ألم يجدك يتيما فآواك؟ ما دام الكلام يجدك، هذا بلاغ الآن. معنى هذا الكلام، اسمع، ألم يجدك يتيما فآوى. تحمل على معنيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوي من قبل الله ابتداء، وهو آوى البشرية بعدها. فهو تلقى وأعطى، تلقى من الله وآوى البشرية. هذا الرسول اليتيم الذي أوي في صغره كان سببا لإيواء البشرية بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. إذا آواك تكون لوحده إله، لكن فآوى تحمل عليه وعلى غيره. ألم يجدك يتيما فآوى. وانتوا تخيلوا حتى المرضعات ما قبلوه يتيم، لكن في خطة ربانية. لذلك أنا دائما بقول اوعوا تنسوا اللطيف الخبير. اللطيف الخبير هو الله سبحانه وتعالى يخطط بلطف. ايش يعني لطف؟ يعني ما بنشوفش، انت مش شايف، بس في عناية وفي تخطيط وفي إدارة، في تدبير. من هو المدبر؟ لا يكون احنا اللي بندبر يا جماعة الخير، لا والله هو المدبر. يدبر الأمر، كل أمورنا مدبرة من قبل الله سبحانه وتعالى. مسلم وغير مسلم، مسيحي يهودي بوذي، إنسان حيوان، كله مدبر له من قبل الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ضلاله المقصود في الآية معناته أنه هو يبحث عن الحقيقة وما في من يرشد. هذا الضلال المقصود، أنه في الضلال نوعين. واحد ما ببحث أصلا، مش سائل، عم بنقول له هي الطريق، يقول لك لا، هذا مذبول، ضلاله مذموم. أما واحد ما في من يرشد، ما في علامات، يبحث لكن مش واجد الطريق، هذا لا ينام، اجتهد، هذا اجتهد. واضح؟ زي اللي بده يروح على مدينة معينة أو عنوان معين ما في إشارات مرورية تدله على الطريق، يبحث مش واجد. فربنا بيقول ألم ووجدك ضالا فهدى. هداه الله، وهو هدى البشرية جميعا. صلى الله عليه وسلم، هو الهادي سبحانه وتعالى هدى محمد وجعله، جعل النبي محمد هداية لكل البشر. فهدى، يعني لو بدك تقدر نحذف، ووجدك ضالا
فهداك وهدى محمد البشرية، صلوا على رسول الله، ووجدك عائلا فأغنى. العائل الفقير الذي يعوله غيره، مش بس فقير، فقير وتحت سيطرة غيره. لذلك أنا أقول عيالي 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 تحت سيطرة مين؟ الأب. وعيالك تحتك أنت، أنت مسؤول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا ولكنه كان أيضا تحت مسؤولية آخرين. فربنا شو بيقول؟ ووجدك عائلا فأغنى، أغناك الله عن الفقر وأغنيت البشرية عن الفقر جميعا. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى. لذلك أجمل ما ذكر عن سيرته في سورة الضحى، صلوا على رسول الله. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم. الآن عم بيرجع ربنا يعيد الموضوع اللي حكاه مرة أخرى كتوصية للمستقبل. خلصنا منك، اليوم نشوف الآن يا محمد كيف ستفعل أنت بالبشرية. بدأ باليتيم، ألم يبقى يتيما؟ فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم ينسى كل الفقر، ينسى كل الألم إلا القهر. إيش القهر؟ لما تضغط واحد تضغط عليه، هو لا يملك شيء، تضغط عليه تقهر. هذا وين بتسجل؟ بتسجل في ذاكرته، في قلبه. لما يكبر إذا تمكن منك حيصير وحش. لذلك ادرسوا سيرة الوحوش البشرية الموجودين اليوم في صغرهم، حتلاقوا أنهم تعرضوا للقهر في صغرهم، فعم بيطلعون كل القهر اليوم في المجتمعات الأخرى. هذا مقهور، قهر، كأنه ربنا بقول لك اوعى تمارس القهر. الجوع بينساه، العطش بينساه، يتيم، البرد بينساه، بس ما بينسى القهر، لأن القهر هذا إرادة بشرية. أنت قهرتك عمه ولا خاله ولا أنت اللي تبنيته وسرقت أمواله، قهرته ما بينسى لك إياه، فديروا بالك. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل. لاحظوا، قابلت ووجدك ضالا فهدى، أولى فقير قلناها، ضالا فهدى، وأما السائل. إذن السائل على إطلاقها كل من يسأل هو سائل. إيش نعمة السائل؟ فلا تنهر. مش أنت كنت ضال يا محمد تبحث عن الحقيقة؟ أوعى ترد واحد يسألك عن معلومة، أوعى ترد واحد يبحث عن الحقيقة، أوعى تنهر من يسألك عن معلومة أو يسألك عن طريق أو يسألك عن شخص أو يسألك عن أمر مساعدة مادية أو غير مادية. كل من يسأل لا تنهروه. إيش النهر؟ تعرف المي لما تكون ماشية في مجرى الماء سميناها نهر، مش هيك إحنا؟ المي بتكون ماشية، طبعا النهر عبارة عن تعرجات، فالماء يمشي بخط مستقيم، فبيصدم وين؟ في حافة النهر، فبيروح المي بينعكس على الاتجاه الآخر، الاتجاه الآخر بينهر الماء، وهذا ينهر الماء، هذا النهر. لذلك سمي النهر نهرا لكثرة ما تنهر المياه في مجاريها. فربنا بيقول السائل لا ينهر. عندك علم جاوب، ما عندك علم بابتسامة قل له لا أعلم، سأبحث لك إن شاء الله. لذلك العلم لا يضر به على أحد. لا تبخل بالعلم، لا تبخل بالمال، لا تبخل بالخبرة. الخبرة، أنت عندك خبرة في موضوع، فيد الناس إذا سألوك. في ناس طبيعتهم دائما بعرف مش شغلي، ماليش علاقة، ماليش دخل. طب اليوم أنت مش بحاجة، بحاجة بصير بحاجة. اسأل، السائل يعطى، السائل يجاب. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك، هل النعمة فقط المال؟ يعني الناس بتفهم الآية إنه ربنا منعم متفضل، احكي للناس، ايه أنا عندي سيارة مرسيدس، ايه أنا عندي عمارة في عبدون، ايه أنا عندي عمارة في هاينر بارك، ايه أنا عندي، تعالوا شوفوا يا ناس، هيك المقصود في الآية؟ طب هذا بيساعد على شو؟ هذا الكلام لو هذا الكلام صحيح بيساعد على الرياء ولا لا؟ وشوفوني يا ناس،
وتعالوا. هيك كانت قريش، هيك كانت قريش. لا، المقصود واما بنعمه ربك عليك وعلى الناس، يعني حدث الناس بنعم الرب عليك وعليهم، حدث الناس بما يدخل محبه الرب الى قلوبهم، حدث الناس برحمه هذا الرب ونعمه عليهم، ماذا اعطاهم، ماذا اعد لهم. هذا المقصود. مش تحدث الناس قديش معاك، قديش عندك، قديش طبخت، وقديش نطبخت. لا 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 لا، هذا رياء، وبصير يصير كلام اخر. هون المقصود احنا نتكلم عن رسول في دعوه، رسول في وحي، رسول في انقاذ لبشريه، ما له علاقه بالقضايا الشخصيه. لا، بدك تحدث الناس عن الله الذي اواك، والذي هداك، والذي اغناك، الذي اجعلك هدايه وغنى وعون للبشريه. هذا الذي يجب ان تحدث الناس به. لذلك احب الناس الى الله من حبب الناس بالله. فكونوا من هؤلاء ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه وادعوه وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أيها الإخوة الكرام، سورة الضحى سورة عظيمة. أتمنى أن أكون قد تبادلت أطراف الحديث وإياكم حول معانيها، وأن أنزل هذا المعنى على أرض الواقع. كما أسلفت، هذا الدين متكفل به من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن غير المتكفل به نحن. نحن فاحرص على إيمانك، واحرص على عبادتك، واحرص على أخلاقك. كن مسلما في كل مكان، في المسجد وفي العمل، في البيت وفي السفر، في المعاملات المالية وفي التعامل الأخوي. كن مسلما حيثما كنت، يكن الله بإذن الله عز وجل لك ناصرا معينا. ولا تنسى أن البشرية جمعاء تنتظر ما عندك من خير فيما يتعلق بهذه الهداية، فلا تبخل عليها، فأعط كما أعطاك الله، وادع كما هداك الله، وكن معينا لإخوانك وأخواتك، حتى نكون بإذن الله أمة متماسكة لا يفرق بيننا بإذن الله عز وجل مفرق. اللهم إنا نسألك رضاك فارض عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا داعي إليك بإخلاص إلا أجبته، يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى